إقامة الزيتون 5777 باغ دومون، هذوك كاملين ديالي. كيعجبني هذيك ربعة الفيا اللي زلت داكشي كامل ترجعي ليا. ترجعي لي ولا نضحك معاك؟ واخا نقدر اللي فضحتك. شتي ديك البلاصة راه شنقول لك، هذه راه أحسن بلاصة عندي أنا، كنجي ليها بزاف. والله دابا هاد البلاصة هو شتي كتعرفي دابا هاد المكان هو سري. هادي هو دابا أصلا لاحظ من هنا البوليس مشينا فيها. هاد البلاصة ما بيدخلهاش واحد، ولكن أنا عندي الشمعة عارف شوي شوي هكا ندخل تحت السياج وهاتيك تشوفي. دابا كيما دخلناش تي الباب غير تحلينا، حيت أنا عندي معارف هنا فهمتي. عندي واحد من صحابي خدامين هنايا نور معاهم شوية خلينا ندخل. دابا البلاصة راه ما تلقايهاش بحالها، داوليك راه ديالي مخصصة بينا بحالك بحال هنايا وهادشي. مكتدخلش ليها شي واحد من غير لا كتدخل ليها شي واحد تعرف كيعرفني هنايا، ولا كنت أنا كتدخل تلقى واحد آخر كيعرفني. دابا قاعدة تدخل هنايا تلقى يعرفوني حنا من بعيد أصلا. دويت بزاف واقيلا ياك. لا سمع ليا كندوي بزاف. كي جا داك البلاصة زوينة شتي بحال ما عجبكش الحال، راه شتي اللي متوفر حاليا فهمتي، راه أحسن بلاصة ما كاين، راه ما تقيش والو ما تجيب لهاد المكان. شنقول لكم العصافير تزقزق والهواء يضرب والنفس تتنفس. كندوي بزاف، تفضلي قولي شنو تقولي. شهاد البلاصة جيبني ليها حيت أنا ظنيت عاد تاخدني شي ريستو زوينة بزاف، كدير السوشي أو عندها الحوت كدير غزال شي أكل زوينين. ما ظنيتش غادي تجيبني لهاد البلاصة، ظنيت غادي تكون مجد ليا شي مفاجأة في شي بلاصة راقية شي بلاصة. شنقولك ما عمرني مشيت لها، واخا ماغو كامل درت ما خليت فيه حتى شي بلاصة، ما خليت مدن، ما خليت أوتيلات، ما خليت ريستورات، ما خليت حتى شي بلاصة ما مشيتش ليها. دابا شرح ليا قبل ما نفسخو هاد العلاقة اللي بيناتنا فاش هادشي اللي جيبني هنايا. دابا نشرح لك واحد القضية فهمتي. دابا عرفت دابا أنايا تسحب ليك عندك شي ريستورو، انت دابا بنت عائلة غنية، هادشي اللي قلتي ليا تايا وهادشي اللي كنعرف عليك. انت بنت عائلة غنية واخا عمرك شفت داركم، واخا عمرك ديتيني شي بلاصة راقية، حتى شي زعما بغيت نعيشو معاك، نعيش معاك أنا وياك في شي بلاصة راقية، زعما تدي تعرضي عليا في شي ريستورو زعما كلاس شي حاجة بحال هكا. ما تسنينيش أنا أنا نعرض عليك، انت عارفاني أنايا ولد أحياء الشعبية فهمتي؟ كيفاش هي ناخذك شي بلاصة راقية؟ إلا كنتي موالفة بالأماكن راقية، المطاعم، السفر نيويورك، بلجيكا، كذا كذا. لا حنايا ما نحنا نسافروا لمدينة أخرى، هادشي وخصنا نجمعوا ليه الصيف كامل نخدموا باش نجمعوا هادشي. إلا بغينا نسافروا لمدينة واحدة أخرى، ما أدراك إلا بغيتي تسافر لدولة واحدة أخرى خاصك تجمعي 5 سنين 10 سنين تاعك تجمعي في الفلوس هادشي. لا وصلتي باش تصوبي أوراقك بعدا، هادشي إلا قدرتك فلوس في الوراق فهمتي؟ لا درت لي خصك زعما تعرض عليا عندي العيبات كندوي بزاف ياك تفضلي. سمعني مزيان وقلنا اش غادي نقول لك، انت اللي كنتي كتصاحب مع الفقيرات كيف كنقولوا ليها حنايا المقردات، او بالمعنى المغربي المجندرات، ما يكسبوا ما يعلموا. انا بابا كان كيجيب ليا كادوات دايرين 50 مليون بزاف الملايين. وي صاحبي الاخر انا داك كنت مصاحبه معاه خداني لواحد الريستو في نيويورك، وي لي غزاله بزاف وي لي كنديرها بحال هكا كيجي ليا 4 سيرفيسات 4 اختاري اللي بغيتي. وي كنبغى نشري ليا واحد امبارتومون في نيويورك، ولكن انا ما بغيتهاش. عرفتي علاش؟ حيت انا ما بغيت امبارتومون، انا بغيت فيلا في الماروك، بغيت بلادي نشم ريحه بلادي نعيش في بلادي. وي كاع لي تصحبت معاهم لاباس عليهم بزاف، لا عندو رونج روفر لا عندو ميرسيديس، شنقولك اخر ما كاين، شنقولك تخي جونتي داكشي واو طوب بزاف. ولكن طلعوا ليا فرنسا كيجيبوا ليا كادو دايرين واش نقول لك غاليين بزاف. الا ما خدنا كده بواسطه تاع المليار مليار ديال الفلوس. قلت انا نتصاحب مع واحد فقير، صعب عليا واقيلا الفقر، اسمح لي محن تواتا انا وياك. ايلي شوفي يا حبيبي اش نقول لك واحد القضيه، دابا دي دابا كتبقى يدور ليا شريتي وشريتي. دابا انا ما جبتكش هنايا باش بزاف تقول لي بابا شري ليا، ماما شرت ليا، خويا عدو، اختي عندها كان من نيويورك فعلا داكا فهمتي. حنا ما بغوش نعيا، حنا ما عندناش، ولكن ما كنبغيش نعيا. قلت انت كون كان عندنا ما كنبغيش نعيا فهمتي، حنا عارفين بوبري وعارفين قضية كبيرة فهمتي. انا ما جبتكش هنايا باش تعاودي ليا، ولكن كثرت عليا شوية لا الزين، راهي لينا شوية، راهي لينا شوية، ديري بحسابنا حنا راه
شي خاوي. وي بيان سيغ واقيلا نيت عندك الصح. وي خصني انا نعرض عليك ياك شي ريستو غزاله. كتعرف الريستو 7700 الشرقيه اللي في كورنيش هادي ديال بابا الاوتيل اوتيل في سيتي بوزيد. وي ما عرفتيش اوتيل الاوتيل كبير تمر بزاف كيكون فيه عند النجوم المشاهير ديال العالم كيجيو للمغرب كيكونوا فيه. هاديك دابا ديال ماما ما قالتش لي الشركة ديال الفوسفات 50% ديال خويا. شنو نقولك واحد العيالة ديال تجميل كاينة في تركيا شنقول لك ديال صوفيا طالوني كتعرفها فهي غير خدامة صوفيا طالوني خدامة عند ختي فهاديك الكلينيك كاملة ديال ختي. ويني ما قلتش ليك وين الشركة ديال رونج روفر انواع ديال رونج روفر فيا شي خويا الصغير ويلي كنعطاه ليه عمي كادو في عيد ميلاد ديالو. نسيت ما قلتلك واحد القضية إقامة الزيتون 5777 باغ دومون هادو كاملين ديالي. اهلا رانيا كنيرة ويلك عمي تحبي يكون عندك موعد معايا قلت لي عندك معاوي موعد ماشي واحد ويلي تنرى عندي موعد مع حميد قلت لي رغنجي بنايا وتي الموعد اللي فات كان عندك هنايا عرفتي جيتي هنايا قلت لي تلقاني شويه هذا هو اللي قلت لي عليه. ويلي كي داير لاباس بخير ويلي كاع درت لك الخبر والله مول الحانوت تهبط عندو علان بديت تعاود ليه تقولي راه عندي صاحبي وكي داير وزين وفاعل ويلي ليا وكي داير لاباس ما حشمتي تلك النقافه كاع ما خلصتها بفلوسها مشيتي على صفتي سعرك وصفتي الحاجه ما خلصتيهاش ويلي وكوني باك يعطيك من خوك وكراش ما ياكل نهار كامل وبيان كان كيف الكيف عاود ليه يخلصها حيت هو مصاحب عند الكافي تي مشيت حتى صوبت الشعر وبعد من داك الطحرامي طحرامي تاع داك عندك كي تخرج وفك الكذوب اخويتي اسمح لي اسمح لي عفاك نكمل مع صاحبي تي تكمل معاه اسمح لي اسمح لي فك بس وين صوبتي ما كاينش صوبتي لا عيط لباك شتك فك الكذوب اصاحبي تي بزاف كنت شي كاتب عليك هذاك العارف هي اللي سلتك شتك ما ترجع ليا ترجع لي ولا نفضحك معاه واخا واقيلا راني فضحتك وبعد باش تعرف معاه من مصاحب وبلا بصفات حيت كنت كاتب عليك قال لي انا راه لاباس عليا راه درتيها مع الاول ومشي تحصلك درتيها مع هذا الله يعطيك عطاق راه كنقولها لك بداي بالمعقول شوفي العلاقه اللي بغيتيها تطول بداها بالمعقول الصراحه والله من بعد مرات الحقيقه تكون موجعه ولكن راه كتكون تعاود لك تصلح لك مصلحتك دريه كتير دريك خايبه سلام كي داير سميتو قلت لي حامي امين ما قيل احمد ادام 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 هو اللي كان معك السمانه اللي فاتت عزيز عزيز لي السمانه اللي فاتت ياك ولا ادام ادام واقيلا قال الشهر اللي فات بعدا سالم نور الدين يا ولي نور الدين ديال البارح اللي كان صيفط لك تلاقيتي معاه في الجنان ايه هو ادام 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 الله يغبر لك على الشقف والله يلقيها لك كحلة زحلة يا مسخوطة يا مشعككة يا المقملة يا المقلنة يا الفقيرة ما تكسبي ما تعلمي ما تخلي واحد يكسبي يعلم واش عرفتي شكون هو هذا هو عنده بعد خمسة الهرايا واش عرفتي شكون هو وخلنا يكتب لي عاهري واحد الله يعين جد باباك